السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببجي هو اليوم We study today آية نمبر 3 from سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أوكي بابي، ذيس آية يور هوم ورك. السلام عليكم.